على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 30 مايو 2017. مرة تانية الهدف الخدمة دي، وخاصة النهاردة في الأحداث اللي بنتكلم عليها اللي حصلت في المنيا وقتل أولادنا. الخدمة دي مش هدفها إن احنا نخاف ولا نترعب ولا نحدد مواعيد ولا غير. هدفها إن احنا نشوف اللي بيحصل حوالينا وإزاي الشر بيزداد، عشان نفكر بعضنا إن احنا محتاجين لحياة الاستعداد، حياة اليقظة الروحية. محتاجين نستعد في زمن بيزداد شر. ده مش بس عشان المسيح يجي، المسيح ممكن يجي النهاردة أو بكرة، وممكن يجي القرن الجاي، ما نعرفش جاي امتى. لكن الشر بيزيد والظلام بيزيد، ومش هنغلب الشر إلا باليقظة الروحية. لا يغلبن لكم الشر، بل اغلب الشر بالخير. مش هنغلب الظلام إلا لما نورنا يزيد، النور اللي في قلوبنا. فده اللي بقوله، محتاجين حياة يقظة، محتاجين حياة استنارة روحية، محتاجين نبقى باستمرار مصابيحنا مضاءة وركبنا دايما جاهزية أمام ربنا نصلي باستمرار. هي دي اللي بتكلم عليها حياة الاستعداد. خلي بالكم الظلمة تزيد، سلاحنا الوحيد اللي فاضل هو النور اللي موجود، وإن هو ما يتطفش. هو ده اللي أقدر أقوله. أهمني جدا أنا أقول لحضراتكم استعدوا، خلي بالكم، عيشوا حياة يقظة، بدل ما في واحد يفاجئه الظلام وبعد كده ما يجيش عنده زيت يقدر حتى ينور المصابيح بتاعته لأنه ما كانش مستعد، أو يسلم وداعته في أي وقت وهو ما كانش عايش حياة يقظة روحية كافية. ربنا قال لنا علامات كتيرة، قال لنا على الاضطهاد هيضطهدوكم، قال لنا هتسمعوا حروب وأخبار حروب، قال لنا عن زلازل في أماكن وأوبئة ومجاعات ومخاوف، قال لنا عن علامات في الشمس، قال لنا العالم هيكون مضطرب، قال لنا الناس هتكون خايفة من بكرة، قال لنا الشر هيزيد للدرجة القذرة اللي احنا شفناها بالناس اللي بتفكر بتخدم إلههم ويروح يقتلوا، مش بقلوب بشرية ولا حتى حيوانية، يروح يقتلوا أطفال أبرياء عشان ما قالوش الشهادتين. حاجة يعني منتهى الشر والقذارة. لكن ليه ربنا قال لنا الكلام ده كله هيحصل؟ ليه قال لنا الاضطهادات دي كلها هتحصل؟ أولا عشان ما نخافش. ما نخافش في مصر لما نشوفهم بيضطهدونا هذا الاضطهاد. لأن كل دي لابد أن تكون. كل ده هيحصل. عشان كده ربنا قبل ما تحصل، عشان لما تحصل لا نعثر ولا نخاف. حاجة تانية، علشان نؤمن بصدق الكتاب المقدس زي ما قال من شوية صغير أستاذنا الحبيب شاول الطرسوس. ربنا قال لنا هيضطهدونا، وواضح من كلام ربنا الاضطهاد هيكون مستمر. وفعلا الاضطهاد مستمر من ساعة ما بدأت الكنيسة، من زمن الرب يسوع المسيح وتلاميذه واستفانوس، واستمر الاضطهاد مع مجيء الإسلام وزاده حتى اليوم. ده يؤكد صدق كلام الكتاب المقدس. ده انتوا لن تجدوا شعب اضطهد باستمرار زي المسيحية طول تاريخها، زي ما قال الرب يسوع المسيح. فالحقيقة ده حاجة تأكد لنا صدق الكتاب المقدس زي ما قال أستاذ شاول من شوية صغيرة. فقال لنا الكلام ده قبل ما يحصل، عشان لما يحصل نتأكد أن الكتاب ده دقيق جدا. وليه دقيق بهذا الأمر في الحاجات المستقبلية وذكرها بدقة كما لو كانت مكشوفة قدامي؟ ليه؟ لأنه مكتوب بروح الله القدوس العالم كل شيء، وهو الوحيد العالم المستقبل. الحاجة الثالثة والمهمة زي ما قلت، حياة اليقظة في وسط ظلام بيسود عن طريق شر واضطهاد وإرهاب ودم وشذوذ وغيره. في البداية أول خبر أقوله، بعض الوكالات الأنباء العالمية تنقل خبر المسيحيين المسلمين اللي قتلوا شهدائنا الأباط في المنيا، وإن كتير منهم أطفال. على سبيل المثال راشن تايمز. الغريبة أنه مش كل وكالات الأنباء نقلت الخبر، واللي نقلوا الخبر بعضهم قلة كانوا في البداية على طول نشروه، والأكثرية للأسف كانوا متأخرين. يعني أول ما حصل الكارثة الحادثة الموجعة دي لقيتها بس في قلة من الوسائل الأخبار العالمية، مش عارف ليه كده. أزعل على أي واحد مسلم يموت، لكن دم واحد مسلم غالي، فكل الوسائل الإعلام تتكلم عنه في العالم، ودم المسيحيين والأطفال مش مهم، لكن نشكر ربنا على كل حال. المهم بعض وسائل الإعلام تكلمت إن إزاي المسلمين الإرهابيين دول قالوا للمسيحيين بما فيهم الأطفال
يقول الشهادتين وينكروا إيمانهم بالمسيح قبل ما يقتلوهم، ولكن المسيحيين رفضوا. ودي شهادة افتخار إن العالم كله يشهد إنه مش بس الكبار المسيحيين اللي المسيح بالنسبة لهم أغلى من حياتهم، أغلى من أي شيء، حتى أطفال المسيحيين اللي برضو روح الله القدوس ساكن في قلوبهم من ساعة ما تعمدوا على اسم ربنا، حتى بالبراءة اللي فيهم وحتى بالموقف المخيف جدا لأي طفل عادي، بس الطفل ده لأنه مسيحي طفل مش عادي، في وقت الزنقة روح الله بيتكلم من خلاله، عشان كده رفضوا وأصبحوا شهداء. علامات في السماء، نجم بعيد يوم بطريقة متقطعة يحير العلماء، ده في جريدة ذا صن، وزي ما قال لنا الكتاب المقدس هتحصل علامات في السماء. كرة نارية كبيرة تنفجر في سماء تكساس. فالحقيقة الأمور أو الإشارات اللي قال لنا الكتاب المقدس هتحصل في الزمان الأخير بقت كل مكان حوالينا. انفجار شمسي في مقابل الأرض يطلق موجات كهرومغناطيسية قوية، ربنا يستر. يوم الجمعة اللي فات زي ما قال لنا الكتاب المقدس اللي هو الترجمة في العربي إن نجوم السماء تتساقط، لكن كان بيتكلم على الأجسام الفضائية تتساقط، كلمة أستر هو جسم فضائي. 11 كرة نارية تسقط من السماء للأرض، لكن يوم الحد، وده رقم أنا ما سمعتوش قبل كده، معرفش ده من ضعفي ولا فعلا ما حصلش قبل كده، ده مش 10 11 ولا 15 ولا 20، ده 101 كرة نارية تسقط من السماء على الأرض. ادي الرقم قدام حضراتكم، ده في مايو 28، 101 كرة نارية جسم فضائي يقع من السماء على الأرض، ده في يوم. مش ده اللي قال لنا عنه الكتاب المقدس هيحصل؟ وقدام عينينا بيحصل بمنتهى الدقة، وما ينفعش يكون بالصدفة، ولو ده بالصدفة ما ينفعش يكون مع بقية الأحداث كلها في نفس الزمان تبقى بالصدفة. الطقس اللي فعلا العالم أصبح مضطرب، وكالات الأخبار تتكلم عن توقعات العلماء بأن يسود الطقس في الشرق الأوسط يسوء الطقس في الشرق الأوسط وأفريقيا ويزداد الجفاف، مما سيدفع لحالات هجرة أكثر وصراعات أكثر. خبر سيء أنا عارف، بس الحكمة تستدعى أن احنا نكون حتى منتبهين. جميل أن احنا نكون متكلين على ربنا، لكن ربنا لما يرسل إشارات تحذيرية وتنبيه ونحاول ناخدها في حسابنا عشان نستعد، ده من الحكمة. فلما نعرف أن أفريقيا هيزداد فيها الجفاف وهيزداد فيها الصراع وهيزداد فيها الهجرة لحتة التانية، محتاجين نخلي بالنا، وخاصة ان في نبوات بتتكلم عن مصر وجفاف نهر النيل. مؤسسة نوة تتوقع بموسم اعاصير اعلى من الطبيعي قادم، فالارض فعلا اللي بقت تلف سكانها. عاصفة ثلجية تسقط برد ثلجي توصف مرعبة في المكسيك وايضا في تركيا، ده بنتكلم على الصيف مش بنتكلم على الشتاء. حرائق برية قوية تشتعل في سيبيريا، حرقت مئات البيوت وإعلان حالة الطوارئ، وآدي المنظر كل ده مولع وبيتحرق، كل البيوت بتتحرق. الزلازل اللي زادت زي ما قالنا الكتاب المقدس. يوم الأربعاء اللي فات 31 زلزال في يوم، منهم 6 في ألاسكا وكتير 5 في منفور. يوم الحد 31 زلزال، منهم 6 في شيلي وكتير 5 في منفور. يوم الاثنين 33 زلزال، منهم 6 و8 في اندونيسيا وكتير 5 في منفور. رقم 5 اللي كان قوي اللي بدأ يزيد السنة اللي قبل اللي فاتت، ورقم 6 كان لغاية وقتها كان نادر، رقم 6 اللي بدأ يحصل شبه مرة كل أسبوع السنة اللي فاتت، ده كمان وصلنا دلوقتي إن هو بقي يحصل شبه أكتر من مرة كل أسبوع. وهذا الرقم قدام حضراتكم من USGS وكالة رصد الزلازل الرسمية. كاليفورنيا بعد سنة تخطيط هتطرح نظام التحذير المبكر من الزلازل السنة القادمة، ده من لوس أنجلوس تايمز، لأن هم طبعا في كاليفورنيا خايفين فعلا من كارثة من زلزال عملاق يخرب الدنيا.
التيار من الزلازل يحدث في ميسوري يتبع الزلازل في أوهايو. أيسلندا تتمزق تدريجيا بسبب كثرة الزلازل اللي تحصل فيها، وفعلا فعلا الأرض بقت تلفظ سكانها من كثرة الخطيئة. البراكين اللي زادت بدون ما أصدق حضراتكم، كمية البراكين اللي بتنفجر كل يوم، ده يوم واحد، ده مش في عقد 10 سنين ولا في سنة، ده في يوم، يوم 28/5، كل دول براكين نشطة قدام حضراتكم اللي متابعني في بارك برودكاست. موت الكائنات الجماعي يوم 9 مايو، موت كم كبير من الأسماك في بحيرة في بي سي في كندا، بريتش كولومبيا. ده احنا مش بنتكلم على حادثة ولا اتنين في السنة أو مفيش خالص، دول اللي هنتكلم عنهم 3 أسبوع. في نفس اليوم موت 6 درافيل في شاطئ في البرازيل، وأدي الخبر قدام حضراتكم. يوم 10 مايو موت الآلاف من الأسماك في شواطئ في ترينداد، وأدي المنظر وأدي كل ده سمك مات. يوم 11 مايو موت الآلاف من الحيوانات والطيور البرية بسبب عاصفة في الأرجنتين. نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في فلوريدا، كل ده سمك ميت. أيضا في نفس اليوم موت كم ضخم من قنديل البحر بطريقة لم ترى من قبل في شاطئ في ولس، وده من بي بي سي نيوز، وآدي المنظر قدام حضراتكم. يوم 12 مايو موت 300 إلى 400 من الأبقار بسبب الجفاف في المكسيك. يوم 14 مايو موت كم ضخم من الأسماك والقشريات البحرية في فيتنام، كل ده سمك وقشريات بحرية ميت، كل ده على مرمى البصر. ايه رأيكم؟ منظر تاني ليها علشان بس يشوف كل ده كائنات بحرية ميتة. الكتاب المقدس قال لنا سمك البحر ينزع، والناس زمان كانوا مفكرة الكلام ده كلام رمزي وبس، وقال لنا عنه برضو سفر صفانيا اصحاح 1 على اواخر الايام قبل عقاب الانسان، بس الايام ابتدينا نشوفه بعنينا. ما ينفعش يكون بالصدفة صح؟ في نفس الوقت اللي بقيت الحاجات بدأت تحدث. ايه رأيكم؟ ما ينفعش يكون الكتاب ده بالصدفة وقال لنا الحاجات اللي هتحصل في النهاية بس بهذه الدقة. يوم 16 مايو موت الالاف من السردين في شاطئ في عمان، ادي المنظر، كل ده برضو سمك ميت. نفس اليوم موت 103 درفيل من بداية ابريل وحتى هذا اليوم في شواطئ البحر الميت في روسيا. يوم 18 مايو موت كم كبير من الأسماك في نهر في الصين توازي قيمتها 120 مليون ين، كله كان سمك ميت. نفس اليوم موت الألاف من الأسماك في بحيرة في الهند، هذا المنظر. أيضا في نفس اليوم موت الكثير من الطيور البحرية على شواطئ فلوريدا في أمريكا، كل ده كائنات بتموت جماعية. ما كانش يحصل لغاية 2006 و2007، لو كانت بتحصل لحالة أو اثنين أو ثلاثة في السنة أو ما فيش خالص، بنفس الستلايت ووسائل العالم. بصوا قد إيه دلوقتي، وده اللي قال لنا الكتاب المقدس هيحصل. تلت خلايا نحل العسل في أمريكا خلاص ماتوا في السنة الماضية، وده من يو اس توداي. جزيرة صغيرة يونانية تعاني حالة الطوارئ بسبب هجمة ضخمة من الجراد كانت مرعبة تهدد كل الجزيرة، ويشبهوها بالوصف بتاعت ضربة الجراد الكتابية من جريدة ذا صن. جثة حوت أزرق بطول 79 قدم تلقى على الشاطئ في كاليفورنيا، أدي المنظر. وسمك قرش أبيض كبير يحوم حول مياه شواطئ في جيرسي. الأوبئة زي ما لنا الكتاب المقدس هنسمع أوبئة، وفعلا الأوبئة بتتزايد بالظبط زي ما قال إنجيل متى 24. استمرار تزايد حالات الإيبولا في الكونغو، ده من سي بي سي. أوراد ينشر فيروسات مميتة باسم بواسون في عبر قارة أمريكا الشمالية، فخلي بالكم لأنه فعلا مرض مميت إلى حد ما. أيضا انتشار قوي لفطريات سوبر مقاومة للأدوية معدية عبر أمريكا. سايح هندي يروح لشلالات نياجرا ويتضح ان هو بينقل الحصبة، ده من فوكس 5. 3 حالات إصابات من زيكا فيروس لأول مرة في الهند، فزيكا فيروس من أفريقيا للهند كمان.
بريطانيا تصاب بغزو من بلايين الرخويات، وللمرة الثانية يحصل تسرب لموقع إشعاعي في واشنطن. الإنسان يفسد الأرض ويرجع يرمي العيب على ربنا في الأمراض اللي بتحصل، وزي ما قال الرؤية: وسيخرب الذين يخربون الأرض. مخاوف من كابوس نووي أسوأ من كارثة فيكوشيما يصيب أمريكا بسبب إهمال المخاطر في المفاعلات والتسربات اللي بتحصل فيها، وده من راشن تايمز. فممكن أمريكا في يوم وليلة تخرب بسبب فعلا المفاعلات النووية والمشاكل اللي بتحصل فيها. الموت من مرض الألزهايمر يرتفع بنسبة 55% آخر 15 سنة، وده من راشن تايمز. أخبار الحروب زي ما قالنا الكتاب المقدس، هنسمع فعلا بتهديدات حروب كتير ومستمرة وبتزيد. الصين تظهر عضلاتها العسكرية في مسابقة التجسس ضد أمريكا، وده من ياهو نيوز. أمريكا تتحدى الصين في ادعائها السيطرة على جنوب بحر الصين، وده يسبب تهديدات وعدم استقرار ما بين الدولتين، وربنا يستر ما تندلاش حرب. طائرات حربية صينية اقتربت لمسافة مئات الأقدام فقط من طائرة أمريكية فوق جنوب بحر الصين، وده من اي بي سي نيوز. مسؤول روسي يحذر ان روسيا ستستخدم النووي لو أمريكا أو حلف الناتو دخلوا كريميا. تقرير يوضح ان كوريا الشمالية الآن أصبحت مستعدة لإنتاج كم كبير من الصواريخ النووية اللي تقدر تضرب بيها بعض الأهداف في أمريكا، وده من جريدة ذا صن. ففعلا كيم جون آن اللي مش راضي يتراجع بيتمادى والأمر يزداد اشتعال. تقرير يوضح ان كوريا الشمالية لو تركت بالفعل واستمرت شوية صغيرة في التجارب اللي بتعملها ستصنع أسلحة نووية قادرة بالفعل على ضرب أمريكا، وده من سي ان ان. كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية على جسم طائر من كوريا الشمالية، ومرة أخرى كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى تسقط في بحر اليابان، وده من راشن تايمز. الطائرات اللي بدون طيار من كوريا الشمالية اللي تحمل أسلحة بيولوجية وكيميائية تستطيع أن تضرب سيول في ساعة، ده من واشنطن تايمز برضو. هاواي تعد خطة، العالم ابتدى يستعد بالفعل لاحتواء التلوث النووي بسبب أنشطة كوريا الشمالية ولو ضربت هاواي بالنووي، متخيلين؟ أمريكا ستقوم بتجربة إسقاط الصواريخ عابرة للقارات بسبب تصاعد حدة الموقف مع كوريا الشمالية. مخاوف بسبب ساتلايت كوريا الشمالية الآن في وضع مثالي، يقدروا من خلاله يقوموا بهجوم كهرومغناطيسي مغناطيس، وانتوا عارفين لو في حصلت فعلا الكتروماجنتيك بام دي ترجع الدولة اللي هتضرب بيها لأكتر من قرن للخلف، ترجعها في عصور الظلمة. مفيش بقى لا وسائل اتصالات ولا إعلام ولا تليفونات ولا سيلفونز ولا الكلام ده كله. ثالث اسطول هجوم امريكي يتحرك في طريقه لكوريا الشمالية. رئيس في البنتاغون يحذر ان الحرب مع كوريا الشمالية ستكون كارثية لو حصلت. انتوا عارفين ان الانتخابات تمت في ايران، وبعد انتخاب روحاني في ايران هو يتعهد باستكمال اختبارات الصواريخ الايرانية وتطويرها، وده من عروض شفق. إيران تبني ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض، وعالم إيه اللي بيحصل فيه، وده من وكالة رويترز. ترامب يحذر أن إيران لابد أن لا يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية، وده من ميرور. تايوان تقوم بتدريب عسكري في تمثيلية أن هي الصين بتهاجم بعض الجزر بتاعتها، فحتى الموقف مشتعل هناك. كل دول العالم، شبه دول، معظم دول العالم بتهدد بعض.
قتل 22 شخص وجرح المئات في انفجار أو أكثر انتحاري ضخم في إنجلترا لو حصل مش الاثنين اللي هو امبارح اللي قبله حضراتكم عارفين. المسلمين مؤيدي داعش بعد ما حصل الموضوع ده احتفلوا على النت بضحايا مانشستر. أنا مش عارف إيه المسلمين اللي بيحتفلوا باستمرار بأي دم يتسفك. ده من ياهو نيوز. ولا أقصد كل المسلمين، ياما مسلمين رائعين وكتير منهم بيتركوا الإسلام، لكن أتكلم فعلا على بعض المسلمين اللي بيفرحوا قوي بالدم. اللي قام بالتفجير طبعا كالعادة مسلم، سلمان عبيدي ليبي الأصل مولود في بريطانيا، هو ده اللي قام بالتفجير من راشن تايمز. داعش تحذر وتقول ان تفجير مانشستر ده بس البداية. اتضح انه مفجر مانشستر لا يعمل لوحده، ده شبكة كالعادة من المسلمين اللي موجودين في بريطانيا واتولدوا وعاشوا في بريطانيا اللي فتحت لهم الابواب. وبريطانيا ترفع حالة الاستعداد للارهاب الى القصوى وتوقع بهجمات اكثر في الطريق، وده من بي بي سي نيوز. وبريطانيا تضطر ان هي تطلق 5000 جندي في الشوارع، ده من ميل اونلاين. والتحقيق وضح انه احتمال يكون في هناك ما بين 3500 الى ارهابي و400 من محاربي داعش رجعوا من سوريا وكانوا منضمين لجيش داعش، ولما ضغط جيش داعش في سوريا رجعوا الى انجلترا. يعني كل الناس دول ارهابيين موجودين في انجلترا. وتحقيق اخر احدث لسه ريسنتلي كان امبارح كشف عن 23,000 جهادي مسلم مستعدين لتفجير في اي وقت بيعيشوا في بريطانيا ويقدروا يقوموا بعمليات ارهابيه في اي وقت. ايه رايكم؟ ادي اوروبا لما فتحت بابها للارهابيين، لا اقول كل المسلمين، لكن كان مطلوب منهم ان هم يعرفوا فكر كل واحد قبل ما يدخل. روسيا تحذر مواطنيها ان هم ما يسافروش لبريطانيا لتوقعها المزيد من الهجمات الإرهابية الإسلامية على بريطانيا، ده من جريدة ذا صن. فرنسا تمد حالة الطوارئ بسبب اللي حصل في انجلترا، وتصويت على قوانين أمنية جديدة في فرنسا. فالعالم يعني أتمنى يفوق ومش بعد الموضوع ده بأسبوع خلاص الموضوع يتنسي، ويستنوا الشهر الجاي لغايه ما يحصل تفجير ارهابي تاني ويفوقوا لهم يومين ثلاثه ويرجعوا ينسوا تاني. مش عارف اقول ايه. ده راشن تايمز. داعش اللي اعلنت مسؤوليتها تطلق فيديو اخر تدعو فيه داعش انه ضربه ارهابيه اسلاميه اكبر في لاس فيغاس، وده من فوكس 32. وبالفعل احتياطات امنيه مشدده في العطله الماضيه في لاس فيغاس في امريكا اللي تنخفض الدخل بتاعها بسبب تهديدات داعش. داعش تطالب المسلمين بأعمال إرهابية في كل مكان كعلامة على بداية رمضان، ده احتفال المسلمين بتوع داعش برمضان ان هم يسفكوا على قد ما يقدروا دم الشهداء. ويستهدفوا ايه؟ المدنيين الأبرياء. مش عارف اقول ايه. ده برضو من جريدة ذا صن. او يستهدفوا مين حسب كلام داعش؟ innocent and civilians، حتى في بيوتهم. يعني الحقيقة المسلمين ما نفذوش كلام داعش. داعش قالت لهم روحوا هاجموا المسيحيين، حتى اللي هو السيفيليانز الانوسنت العاديين هاجموهم في بيوتهم. القبض على 3 مسلمين كانوا يخططون لتفجير سيارة مفخخة في لندن، وده من جريدة ذا صن. انفجارين غالبا انتحاريين من مسلمين في جاكرتا في اندونيسيا. فليس كل مسلم إرهابي، ولكن فعلا أصبحنا في عالم إن كل إرهابي في العالم هو مسلم. فلسطيني يطعن شرطي يهودي أثناء زيارة ترامب للحائط الغربي في إسرائيل. شاب غالبا مسلم يطعن 3 مشاة في منهاتن في نيويورك. اطلاق سراح مسلم مانيسوتا بالرغم من انه وجد عنده بالفعل اسلحه ومواد متفجره، ورغم كده اطلقوا سراحه. حقيقه مش عارف اقول ايه على القانون الامريكي اللي هو بس عشان يعاند ترامب ما عندوش مشكله يخرب كم امريكا
في سبيل بس ان يكسب مواقف سياسية ضد ترامب. تخرب امريكا في سبيل ينتصروا سياسيا ويوقعوا ترامب. خبر سيء للأسف، داعش سيطرت على مدينة في الفلبين، كمان ادي اللي عملوه داعش، طبعا كان في ضرب نار كتير قوي، ورئيس الفلبين يرسل قوات خاصة وطيارات هليكوبتر محاولة لاسترجاع المدينة. رئيس الفلبين يقول احتمالية وضع الدولة بالكامل تحت قانون الطوارئ بسبب محاولة انتشار داعش في الفلبين، ده من وكالة رويترز. عصابة الشباب الإسلامية تعلن أنها قامت بثلاث هجمات إرهابية في الصومال وكينيا وقتلت 16 أغلبهم من الشرطة. ولاية نيوجيرسي بالخطأ عملت نظام التحذير من ضربة نووية في التلفزيون، آسف بس يعني على الموضوع مش عارف أقول إيه، سببت ذعر عام، الناس اتخضوا في نيوجيرسي وقال خلاص اتضربنا نووي وهو كان غلطة بس في التلفزيون. إسرائيل تعرض الإخلاء جزئي في حالة حدوث حرب مع لبنان. مصر تقوم بضربة جوية لمعسكر إرهابي في ليبيا كرد فعل على الهجوم الإرهابي ضد أقباط المنيا، راشن تايمز، بات أيم سوري، ده مش كفاية. مشاكل في كمبيوترات شركات الطيران البريطانية واضطرت تلغي رحلاتها في مطارين في بريطانيا والكثير من المطارات، والسبب غالبا تهكير، ده برضو من جريدة ذا صن. أخبار عامة، أول شرطي آلي، فاكرين الأفلام الخيال العلمي بتاعت الشرط الآلي؟ دلوقتي ما أصبحتش خيال علمي إنمور، دي أصبحت حقيقة. أول شرطي آلي يعمل وينزل في الشوارع، ده مش خيال، ده أصبح حقيقة، ده حصل في دبي. روبو كاب فعلا دلوقتي بقى موجود في دبي. العلماء قادرين على تصوير الأشخاص بطريقة ثلاثية الأبعاد في منازلهم عبر الحوائط من خلال واي فاي. أول ما تجيب واي فاي في بيتك ووايرلس إنترنت وتبقى موجود فرحان، دلوقتي الشرطة ليها إمكانية وانت قاعد ومقفل الشبابيك والستاير وكله، تقدر تصورك بالظبط من خلال الواي فاي وتعرفك انت بتعمل ايه وكم واحد وبالظبط كل حاجة. ايه رأيكم؟ الامن الوطني الامريكي يفكر في منع اي لابتوب كبير، اي كمبيوتر لابتوب، في كل رحلات الطيران الدولية الامريكا، وده من ياهو نيوز، عشان طبعا بيستخدموها في المتفجرات. مارك صاحب الفيسبوك يقول نحتاج إلى نظام عالمي قوي عشان البشرية تتقدم. يا سلام، نفس الشيطان اللي كان عايز إن البشر كلهم يتجمعوا مع بعض عشان يعملوا برج واحد يوصلوا بيه للسماء، هو وربنا ساعتها بلبل الألسنة، نفسه هو اللي بيحاول دلوقتي يدعي إنه عايزين نظام عالمي موحد أقوى، نتقدم أكثر وهكذا. الفيسبوك يزيل اسم المسيح من القائمة المحمية من السخرية. تسخر من حاجات كتيرة على طول، تتعاقب في الفيسبوك وممكن يتقفل حسابك، إلا مين؟ المسيح، مش مهم. تسخر من المسيح يقول لك حرية، تسخر من حد تاني يقول لك لا ده ممنوع. ليه؟ ليه الكلب مكيالين؟ ليه الشر ده؟ فعلا فعلا هؤلاء عايزين يحاربوا الرب ومسيح. مارك يقول انه يجب ان يكون هناك مرتب عام لكل امريكي من الحكومة، يعني زي الفكر الشيوعي CNBC. ترامب اول رئيس امريكي يزور جبل الهيكل وحائط المكة، وادي صورته. والبيت الأبيض يضع أورشليم الإسرائيلية على موقعه بعد سنين من محاولات عكسية، وخاصة في فترة أوباما اللي عايز كان يقول أن أورشليم دي فلسطينية. اليهود يأملوا أن زيارة ترامب هيكون وسيلة لبناء الهيكل الثالث.
عباس يعرض تبادل أراضي مع اليهود في أثناء زيارة ترامب، وهو يقبل استبدال 6.5% أكبر بكتير مما عرض سابقا، بس طلع في الآخر كذاب كالعادة. في تويتر نزل من فرند من من من, من ترامب متضايق جدا إن عباس كذب عليه. في كلمة ترامب في إسرائيل لم يتطرق لموضوع حل الولايتين ولم يتكلم عنه. البرازيل ترسل الجنود للشوارع وتخلي مباني الوزارات بسبب مظاهرات عنيفة اندلعت في البرازيل، وبدأوا يحطوا من المباني الحكومية في البرازيل. ده من راشن تايمز. مسلم في ميشيغان يقاضي سلسلة محلات بيتزا اللي هو ليتل سيزر، ليه؟ علشان يوجد لحم خنزير في البيتزا. يا حرام. علماء الآثار يجدوا أدلة على تحطيم أورشليم من 2000 سنة. الناس اللي دلوقتي الصيحة اللي طالعة اللي عايزة تنكر إنه مفيش الكلام اللي اتقال في الكتاب المقدس ده كلام مش صحيح، ومفيش حاجة اسمها يا أورشليم يا أورشليم، ولا خربت ولا الكلام ده كله. طلعت أدلة تؤكد إن كالعادة كلام الكتاب المقدس صح. أخبار اقتصادية: عدد الذين لديهم مشروعات خاصة في أمريكا أقل مما كان عليه حال في سنة 1990، والتقلبات الاقتصادية زادت قوي، والعولمة والمركزية بيزيد. ترامب عشان يقلل الديون الأمريكية يقترح أن يبيع نصف المخزون الاحتياطي من البترول الأمريكي. اضطهاد المسيحيين في البداية خبر كويس طبعا رغم كل الأحزان اللي بنسمعها الأيام دي. عارفين إندونيسيا أكبر بلد مسلم، المسيحية تنتشر جدا في إندونيسيا، وعابرين كثيرين كل يوم رغم الاضطهاد الشديد جدا اللي بيتعرضوا له هناك. كالعادة كل ما بيزيد الاضطهاد كل ما بيزيد عدد العابرين. دي قاعدة ما بيحصلهاش استثناء. سكرتير الولايات المتحدة رفض إقامة حفل إفطار رمضاني بعد أن الموضوع إقامة حفل إفطار رمضاني أصبح عادة في البيت الأبيض لمدة أكثر من عقد من الزمان، وخاصة في أيام أوباما. ده من CNN. السكرتير الجديد دلوقتي ده رفض، قال لا مفيش حاجة اسمها لا إفطار رمضاني ولا غيره. مسلحين في الفلبين يخطفون كاهن وبعض المسيحيين من شعب كنيسة ويهددوا الحكومة بقتلهم. رغم انه اقول حاجة صغننة واتمنى ما تفهمش خطأ، نسامح اخواتنا المسلمين ونحب اعدائنا بالفعل، ولكن على الاقل نظهر ان احنا ما اثر فينا اللي عملوه، على الاقل ان احنا ما ننساش دم ولادنا ونعمل لهم حفلات افطار. ما ينفعش نعمل حفلة افطار واحنا في جنازة. anyway ما علينا. قتل قس مسيحي في أعمال شغب في جمهورية أفريقيا الوسطى. فعلى فكرة في مسيحي بيموت كل ساعتين دلوقتي فقط لأنه مسيحي. تم أعلن الممثل المشهور وصاحب برنامج لاست مان ستاند اللي هو محافظ مسيحي بعد ما اتهم برنامجه الناجح يصف هوليود والإعلام الأمريكي أنه أصبح زي النازية بتاعة ألمانيا بالضبط. على فكرة المافيا بتاعة هوليود أصبحت بشعة، وبشعة خاصة في اضطهاد المسيحية والرموز المسيحية. مدرسة في إلينوي تلغي حفل التخرج الدرجة الثامنة. ليه؟ لأنها أصلها مسيحية. فجار عرض على الطلبة أنهم يقيموا الحفل المعتدين عليه في الحديقة بتاعة المنزل بتاعه. للأسف الإيمان بأن الله خلق الإنسان يوصل لأقل معدل ليه بين شباب أمريكا بسبب الخداع اللي بيتعرضوا له في المواقع العلمية اللي بتنشر ادعاءات كاذبة، والإعلام التضليلي، والإجبار اللي بيحصل في المدارس والجامعات. عشان كده كنت عارف ناس كتير بتتضايق وما بتستحملش لما نتكلم عن موضوعات الإلحاد والتطور، بس ما تتخيلوش بنخسر شباب قد إيه بسبب الخدعة اللي بيتخدعوه، وبيتخدعوا يفكروا الإلحاد والتطور حقيقة علمية وما يكتشفوش ان العلم الحقيقي يشهد للخلق والتصميم الذكي وليس الالحاد وليس التطور. الانحدار الاخلاقي. فاكرين موضوع الساحرات؟ الساحرات يعودوا ويحاولوا لعن ترامب مره تانية. لوس انجلوس تايمز.
ترامب ده هيعمل الايام دي زي شعب اسرائيل، طول ما هو كويس اللعن مش هيجيب فيه، لكن لو ابتدى يغير الطرق بتاعته اللعن ممكن يجيب فيه فعلا. تزايد ضخم في طلب اجراء عمليات التحول الجنسي في امريكا، للاسف اصبح موضه. الناس اللي كانت بتقول يا حرام الشواذ ومش عارف ذنبهم ايه وغصب عنهم، مش غصب عنهم، لو هرمونات يتعالج، لو اختيار شخصي باسمها قذارة. لكن بص بقت موضة ازاي عمليات التحول الجنسي، الولاد اللي عايزين يتحولوا ويبقوا بنات ويعملوا عمليات تحول، والبنات اللي عايزين يتحولوا لولاد كل يوم في ازدياد. ايه رأيكم؟ ده من ميل اونلاين. الشركة الشهيرة لكروت المعايدة اللي هي هولمارك تقدم كروت معايدة للي يتحول جنسين، طرحت كروت جديدة، ألف مبروك، وإيه التعبير اللي اتكتب؟ ترانستاستيك، بدل فانتاستيك بقى ترانس اللي هو ترانس جندر، ترانستاستيك. إيه رأيكم؟ فعلا فخرهم في خزيه. برنامج تلفزيوني أمريكي عن الناس الذين يقومون بعمليات جراحية عشان يتحولوا للعرائس التلفزيونية من ميل أونلاين. بصوا خلقهم إزاي، بصوا الناس دول شكلهم بيعملوا عمليات يدفعوا فيها كم ضخم عشان يبقوا شكلهم زي العرائس. سلسلة محلات تاربت رغم المقاطعة اللي حصلت بوصلت 1.5 مليون شخص والخسارات اللي تعرضت لها، لا تريد أن تتخلى عن موضوع حمامات الشواذ. يعني هتموت سلسلة المحلات دي في سبيل الدفاع عن الشواذ. تيم آلان الممثل المشهور صاحب برنامج لاست مان ستاند، أنا قلت أسف الخبر ده معلش، سيدة في كاليفورنيا تعلن أنها هتتجوز إيه؟ لا راجل ولا ست، هتتجوز محطة قطر. أنا مش عارف إيه الضلال اللي بقي فيه الناس ده. فعلا زي ما قال سفر الرؤية دخان كثيف. وقال بتحب وعايشة قصة حب مع محطة القطر من 36 سنة وتشعر إن محطة القطار بتبادلها نفس الحب عشان كده هتتجوزها. يا إلهي، دي بدل ما نشوف الخبر ده بيبعتولها دكتور نفساني. الحاجات دي المفروض ما تتشجعش، الحاجات دي المفروض تتعالج. وطبعا بتدي حضن وبوسه كبيره لمحطه القطر. مش عارف اقول ايه. للاسف المحكمه الدستوريه في تايوان تؤيد زواج الشواذ كاول دوله في اسيا. والشذوذ كل ماله بينتشر للاسف، وده من وكاله رويترز. فريق باتريوت للكرة يصبح أول فريق يستضيف مباراة هامة باسم الشواذ، ده من واشنطن بوست. وأدي الضلال بيزيد في العالم. محتاجين فعلا نصلي علشان اللي بيحصل، محتاجين ننتبه ويبقى عندنا يقظة روحية عشان نخلي بالنا من الكوارث دي كلها اللي بتحصل. محتاجين نستعد، محتاجين نزود النور بتاعنا في العالم اللي بيزداد ظلام، عن طريق ان احنا فعلا نجمع زيت زياده في مصابيحنا. ومش بهرج لما اقول التعبير ده، اي ريلي مين ات، واقصد بيه حياه الاستعداد، الصلاه واللي هي اهم سلاح وهي خلصنا فيه، الصوم، خدمه ابناء ربنا، ان احنا نتخلص من اي خلطيه مسيطره علينا لان مفيش وقت يكفي، تنقيه القلب والاستعداد بلباس العرس. آسف كنت طولت على حضراتكم، لكن فعلا فعلا تناهى الليل وتقارب النهار، قرب الموضوع. فما تفضلش مستسلم، ما تخليش حاجة مسيطرة عليك، احترس لو ما تمسكتش بالمسيح من الآن ممكن ما تقدرش في المستقبل لو زاد الظلام جدا وانت ما عندكش نور. ربنا لنا كلام ده قبل ما يحصل، عشان لما يحصل واحد ما نعثرش ولا ما نخافش. حاجة تانية، علشان نؤمن في زمن بيشككونا في كل كلمة في الكتاب المقدس، بل بيشككونا في وجود ربنا نفسه. والحاجة التالتة، عشان لما تبدأ هذه الأحداث وهيبتدت تبدأ قدام عينينا نبتدي نستعد، زي ما قالوا متى ابتدأت تكتمل انت معرفش، في سنة، في 70، في 700، مش مهم. لكن هو قال لنا أول ما تبدأ ارفع راسك فوق من مشاغل العالم لأن نجاتك تقترب. وليه قال لنا كلام ده؟ عشان ربنا عارف
ان العلامات ده هتبدأ في زمان العالم هيكون متفنن يسرق فيها وقتك ويشغلك بأمور العالم ما تفوقش لحياتك الروحية. فرح عرسنا قرب يجي. وخلي بالكم الشيطان برضه عارف. والشيطان عارف ان ليه زمان يسير. حط في ذهنك ان الشيطان اللي عارف ان ليه زمان يسير مش عايزك تفوق. مش عايزك تبقى حياتك الروحية قوية. عايزك تفقد سلامك. عايزك ما تفسش بكليل في الأبدية بل ما تفسش بالأبدية على الإطلاق. عايزك تبقى لو ما تبقاش بارد وخاطي وشرير على الأقل تبقى فاتر عشان يتقيأك الرب من فمه. أيضا احنا مش حتى بس لو ربنا هيجي يجي في أي وقت وده ياريت أمين تعالى أيها الرب يسوع. ولكن حتى أي حيسلم مننا وضعته يكون في حياة استعداد ويقظة روحية. في 150 ألف شخص بيموتوا في كل يوم. قد أكون أنا منهم النهاردة أو بكرة وأنت مش عارف هتكون منهم إمتى. محتاج كل يوم تكون مخلي بالك قد تقف أمام الملك العادل في نهاية هذا اليوم. المسيح قرب. اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب يسوع المسيح. والمجد لله دائما.